يا اهلا بيكم. هنتكلم في الفيديو النهاردة عن ال HTML background color. لو جينا بدأنا بالمثال اللي احنا استخدمناه في الفيديو اللي فات، انا كل اللي عملته اللي انا عملت له save as وديته اسم جديد بس اسمه HTML background color. هنا هنحاول نشيل الجزء ده من التيبل عندنا ونخلي التيبل فيها بس one row. فممكن كل ده نشيله ونشيل الكول سبان اللي هنا، يبقى احنا متأكدين ان التيبل بتاعتنا هنا هي بس فيها عبارة عن one row. فممكن نعمل سيف ونختبر الكود الجديد اللي عندنا. فزي ما شايفين هي فيها one row بهذا الشكل. وبعدين بعد كده هنا نرجع لل HTML كود بتاعنا، وجوه اللي هي ال TR دي برضو عشان نخليها فيها نوع من ال readability، نيجي هنا نستخدم زي اتريبيوت جديد اسمه bg color بيساوي، وبعدين بعد كده نديله الكود مثلا اللي هو هاش 00ff00. ده الكود بتاع ال color green. فممكن نكتب هنا مثلا this row is green. وبعدين نعمل save. لو رجعنا تاني للكروم بتاعنا، فزي ما شايفين هنا الكالر بقى جرين. ممكن نشيل كمان البوردر ده من عندنا ونعمل سيف، وبعدين بعد كده هنا نحاول نكابي الجزء ده ونعمله بيست، وبعدين بعد كده هنا نغير الكود ده مثلا نخليه يلو، نكتب هنا يلو. فبعدين بعد كده نعمل هنا ريفرش، فزي ما شايفين جوم اتنين رو تحت بعض. ممكن نكرر الموضوع ده كذا مرة، مرتين مثلا بهذا الشكل، وبعدين نعمل ريفرش كمان مرة. فبنقدر نبني الجريد او التيبل بهذا الشكل. برضو ممكن نغير الباك جراوند بتاعت البادي كله مثلا عندنا هنا. ممكن نكتب هنا بي جي كولر، وبعدين هنا نحط وليكن مثلا هاش اي 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 اللي هي الرمز ده اللي هو ده الكود بتاع اللون اللي هو الرصاصي. فلو عملنا دلوقتي F5 او عملنا ريفرش، بالنسبه الاول نعمل سيف هنا عندنا، وبعدين بعد كده نعمل ريفرش. فزي ما شايفين هنا الباك جراوند بتاعنا بقى لونه رصاصي. بس الحاجه المهمه اللي انا عايز اقولها بالنسبه للفيديو هنا ده، ان الباك جراوند البي جي كولر دي لانها ديت اتعملت في ال HTML في ال early release لما كانوا بيعملوا الكتابه لل specification بتاعتها بدري، فهم كتبوا البي جي كولر دي. بس الفكره هي بعد كده ما بقتش تستخدم جوه الكود بهذا الشكل، هي بقت الكولر كلها بقت يعني بيحصل لها specification في حاجه اسمها ال CSS file اللي هي الكاسكيدنج ستايل شيت. يعني دي اللي هنعمل عليها مجموعه من الفيديوهات ان شاء الله بعد ما نخلص ال HTML. هنتكلم طبعا على الكاسكيدنج ستايل شيت اللي هي ال CSS فايل. الريزن اللي احنا يعني السبب اللي احنا بنخلينا نشرحها دلوقتي، اللي هي بحيث ان احنا لو شفناها عندنا في الكود نبقى فاهمين هي بتعمل ايه، لكن بعد كده في ال CSS هنشوف ازاي نكتبها. زي يعني في المشاريع الكبيرة دايما بيبقى فيه CSS فايل اللي بيتحكم في الكالر واللوك اند فيل بتاع الويب بيج. انا شاكر جدا لمشاهدتكم الفيديو ده، واشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله.